من ولاية الطرف. وفي اليوم الثاني عشر من الحملة الانتخابية عبر مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي عزدين مهوبي عن إدانته الشديدة لتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الجزائري من خلال اللائحة التي أصدرها والمتعلقة بواقع الحريات في الجزائر، معتبرا إياه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر. بعض الناس في البرلمان الأوروبي نصبوا أنفسهم ناطقين باسم الحراك الشعبي. نعم، نصبوا أنفسهم ناطقين باسم الحراك الشعبي، الحراك الشعبي اللي قاموا به جزائريين، ومن حقهم أنهم يتكلموا ويطرحوا قضاياهم داخل الجزائر، ونبحثوا إحنا على حلول مع بعض. أما يجي من هي ويطرح، يجي من هي ويفرض نفسه ناطق، هذا أكبر تدخل سافر رأيناه عبر التاريخ. دعم الاستثمار في المجال السياحي في المنطقة وقطاعي الفلاحة والصيد البحري هو أهم ما التزم به مهوبي أمام سكان الولاية. مجال الفلاحي أو تربية المائيات أو الصيد البحري لابد من نعمل على تطويرها في هذه المنطقة. هذه المنطقة ما شاء الله هي منطقة بحرية، ويمكن أن نحقق للاقتصاد الوطني الكثير بالاهتمام بالصيد البحري وبالقضاء على البيروقراطية اللي تواجه الناس في هذا المجال. الناس يحبوا يديروا استثمارات في هذا المجال، لازم نسهلوا لهم. مهوبي تعهد كذلك خلال تجمعه الشعبي الذي جمعه بسكان منطقة بسباسة برفع منحة السكن الريفي ومرافقة المرأة الحاملة للمشاريع.